الخير، نشرة 7:30 نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. نهاية أسبوع ممتازة بطقسها الربيعي وبأجواء عيد البشارة، وسط أمال اللبنانيين بمرحلة سياسية واقتصادية أفضل، وبانتظار إقرار الموازنة وتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، يبقى قانون الانتخاب مطروحاً للتشاور من حيث الأفكار التي يمكن أن يتضمنها القانون الذي يتيح إجراء انتخابات نيابية تحقق صحة التمثيل. وفي ظل استعدادات رئاسية وحكومية لقمة عمان العربية، نشير إلى متابعات سياسية لمؤتمر جنيف السوري الذي تواكبه معارك عنيفة في ريف حماه واستعدادات لمعركة الرقة. وفي عيد البشارة حضور رئاسي في قداس كنيسة سيدة الويزي والأباتي تربي، ينوه بحضور الرئيس عون الذي أعلن أنه سيخاطب الناس قريبا لوضعهم في حقيقة الواقع الذي نعيش، مؤكدا الحاجة إلى خطة اقتصادية هادفة إلى تنشيط الاقتصاد أكثر مما نحن بحاجة إلى حسابات مالية حول فرض ضرائب أو حجم القروض. إلى دير سيدة الويزي وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وعقيلته اللبنانية الأولى نادية الشيمي عون للمشاركة في قداس عيد سيدة البشارة، حيث كان في استقبالهما عند المدخل الخارجي للكنيسة الرئيس العام للرهبانية الأباتي بطرس طربي ومجلس المدبرين في الرهبانية الذين رافقوا الرئيس عون وعقيلته إلى مدخل الكنيسة ودخلوا وسط التراتيل وتصفيق الحضور والزغاريد التي علت ترحيبا بهما. القداس الاحتفالي الذي ترأسه الأباتي طرباي ألقى عظة جاء فيها للعذراء دور كبير في تغيير مجرى الأحداث من الحرب إلى السلم، من الظلم إلى العدل، ومن الفساد إلى الشفافية والارتداد. إلى جانب كونه عيدا كنسيا، قد أضحى مناسبة وطنية جليلة يجتمع فيها جميع المواطنين مع اختلاف أديانهم تحت لواء مريم أم يسوع سيدة البشارة التي غيرت وجه الكون بسبب طاعة الحب لابنها الرب المخلص والفادي. رئيس الجمهورية أكد النجاح في الحفاظ على الاستقرار وكذلك بالنسبة إلى الأمن، معتبرا أننا بحاجة اليوم إلى خطة اقتصادية هادفة إلى تنشيط الاقتصاد أكثر مما نحن بحاجة إلى القيام بحسابات مالية حول مدى فرض ضرائب أو حجم القروض من الخارج. ما بدنا ننسى أنه لبنان مرق من سنة 2011 لليوم بأهم الأزمات المتراكمة فوق بعض البعض. أول الأزمة مرقنا فيها كانت عالمية، هي الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي بالعالم، وبالطبع أثر علينا لأننا نحن منا جزيرة معزولة بتشتي عليها الدنيا إنماء لوحدها. تاني أزمة إجت أزمة المنطقة والشرق الأوسط وكل الدول العربية اللي هي سوق مفضلة لنا، كمان تراكمت فوق الأزمة الأولى، ما انتهت الأزمة الأولى كمان بعدها مستمرة لليوم. وثالث أزمة كانت أزمة النزوح السوري وكلها كانت مكلفة علينا. وطبعا في عنا الأزمة المستمرة من وقت لأنا فوق لليوم، هي أزمة الفساد المستمرة في لبنان وأخذت معايير مش موجودة وخرقت كل قياس عالمي، وتراجع لبنان بمواقعه بالشفافية تراجع رهيب. هلأ اتني قطعنا 130 بترتيب تبعنا بين دول العالم. ضمن الأزمات المتراكمة كان عندنا أزمة كمان، هي الأزمة الأمنية. كل جهدنا صرفناه حتى نأمن الاستقرار والأمن بلبنان، مع أنه صار بعض الحوادث، ولكن قياسا للي صار بالشرق الأوسط وبالدول العربية ماشي مقبولة. نجحنا بالاستقرار وبعدنا محافظين عليه، والأمن بعدنا محافظين عليه. هلأ ما نرجع تدريجيا لحياة طبيعية ولبناء الاقتصاد عن تاني وجديد. فإذا معناته ما رح نوقف تنمية، رح نروح لغير
موارد بس خارجية، قروض طويلة الأمد وغيره، حتى نقدر نكمل الخطة تبعنا. الأباتي طرباي، وفي خلال مأدبة الغداء التي أقامها على شرف رئيس الجمهورية وعقيلته اللبنانية الأولى، قال: ما زلنا نتخبط في إنجاز بناء دولة قوية تتحلى بالنزاهة والسيادة، وتعنى بشؤون المواطنين وترعاهم وتؤمن لهم كرامة العيش وفرص العمل والضمانات الضرورية لقيام حياتهم. إننا ننتظر منك الكثير يا فخامة الرئيس، لأنكم الرجل القوي الذي يحقق أمنيات معظم أبناء الوطن الصالحين. من عين التين، الوزير قنص أكد الاتفاق مع الرئيس بري على أن الأولوية هي الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات. التطورات السياسية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس حزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، الذي أكد أنه آن الأوان لنظام انتخابي جديد، مشيرا إلى ضرورة اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية وخارج القيد الطائفي. الأمر الذي يحتم علينا جميعا كقوى سياسية ويحتم على الحكومة، الحكومة هي التي وعدت بأن يكون هناك قانون للانتخابات النيابية في أسرع وقت، هذا ما جاء في بيانها الوزاري، وإنها يعني لفرصة نجدد من خلالها التأكيد على ضرورة أن تضع يدها، أي الحكومة يدها على هذا الموضوع، وأن تباشر بدراسته، لأننا نرى أنه حسب ترتيب الأولويات، وهذا رأي دولة الرئيس ونحن متفقون معه في هذا الشأن، الأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية هي الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات النيابية. وكان الرئيس بري قد التقى وفدا من قيادة الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه الجديد بشار الأسمر، الذي تطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وطلبنا من دولته أنه يساعدنا لإنهاء موضوع السلسلة ومعالجة بعض الثغرات فيها. وعد خير، وهذا مش غريب عن دولة الرئيس اللي أرسى قواعد لحل شامل بلبنان عبر الرسالة اللي وجهها، وبتنص على قانون انتخابي وعلى مكافحة الفساد وعلى إنهاء السلسلة. الرئيس بري التقى مفتي سور ومنطقتها الشيخ مدرار سعد الله حبال على رأس وفد من دار الفتوى وعدد من العلماء. الرئيس الحريري الذي شارك في لقاء بعنوان معا حول سيدتنا مريم العذراء لمناسبة عيد سيدة البشارة في مدرسة سيدة الجمهور، أكد الحرص في الحكومة ومع رئيس الجمهورية على منع أي انقسام، مشددا على حماية لبنان من العواصف عبر وحدتنا وحرصنا على الوفاق. اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال لقاء بعنوان معا حول سيدتنا مريم في مدرسة سيدة الجمهور، أن شعار الحكومة استعادة الثقة لا يعني فقط استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وإعادة أحضار لبنان في محيطه العربي والعالم، بل أيضا الثقة بما يمثله لبنان من قيم يبدو كل العالم بحاجة إليها اليوم. وأشار الحريري إلى أن بعض البلدان العربية ضربتها في السنوات الأخيرة عواصف الحروب وممارسات الإجرام باسم الدين على يد أقليات ضالة تستهدف قيم الإسلام والإنسان، متسائلا أين نحن اليوم إزاء هذه التحولات؟ إننا مدركون تماما لوسائل حماية لبنان من مختلف النواحي العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية، وإننا اليوم حريصون أشد الحرص مع فخامة رئيس الجمهورية في الحكومة وسائر أركان الدولة وقيادات المجتمع على الحؤول دون أي انقسام. وذكر الحريري أنه عقد منذ أيام في الأزهر الشريف مؤتمر حول الحرية والمواطنة والتنوع، وصدر عنه إعلان الأزهر للمواطنة، وذكر البيان أن الدولة لا تقوم على الدين بل على العقد السياسي والاجتماعي بين المواطنين، ودان الممارسات التي تتنافى مع المواطنة، ودعا لشراكة متجددة بين المواطنين العرب تقوم على التفاهم والاعتراف المتبادل. الوزير باسيل وخلال عشاء الرابطة المارونية دعا إلى إنجاز قانون انتخاب يحقق التمثيل الفعلي ويخرجنا من الطائفية إلى العلمنة التي نطمح إليها.
نحن اليوم مدعوون إلى التطلع إلى الماضي لنتعلم منه والنظر بأمل كبير إلى المستقبل الذي نراه واعدا في حال أحسننا إدارته من الآن. هذا الموقف لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال العشاء السنوي الذي أقامته الرابطة المارونية في كازينو لبنان ممثلا رئيس الجمهورية بحضور ممثل رئيس مجلس النواب النائب ياسين جابر وممثل رئيس الحكومة الوزير جون أوغاسابيان وبحضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية. الوزير باسيل رأى أن الترجمة الفعلية تكون من خلال قانون الانتخاب الذي يجمعنا في المشاركة الفعلية في إدارة البلاد، مشيرا إلى أن هويتنا مهددة بالفناء إذا لم نحافظ عليها وعلى خصوصيتنا من خلال انفتاحنا ومن خلال عيشنا المشترك. وهذا باختصار نحن منشوفه أنه هو قانون انتخابي يجمع ما بين الحاضر والمستقبل، يجمع ما بين الطائفية يلي نحن مغرزين فيها اليوم ولازم نطلع منها إلى العلمنة يلي نحن منطمح له، وهيدا الشيء بيكون من خلال قانون بيحقق التمثيل الفعلي لكل مكون بشكله الحقيقي الفعلي من دون تزوير، لأنه هو واقعنا اليوم هيك. وبجزء الثاني فيه النسبية يلي كمان نتهيأ فيها لنروح إلى المرحلة الثانية، وهيدي إرادة العيش بعتقد اليوم الوقت الأنسب لإلنا بطمأنة بعضنا ومن دون الاستقواء على بعضنا لا بعوامل من الداخل ولا بعوامل من الخارج. رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس دعا بدوره سيد العهد إلى تلقف نداء اللبنانيين وذلك من خلال إنتاج قانون للانتخابات النيابية يتيح للبنانيين من خلاله إنتاج سلطة تعكس آمالهم في المستقبل. كذلك دعا العهد الجديد للبدء بحملة القضاء على الفساد وبالتالي محاسبة المرتكبين وتكريس الشفافية وضخ إدارات الدولة بدم جديد يسهم في نهضتها، مما يعطي الأمل للشباب في لبنان وفي بلاد الاغتراب. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض النسبية الكاملة أيا كان عدد الدوائر معربا عن تأييده للقانون الذي قدمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي لأنه يلبي تقريبا تطلعات كل الشرائح. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض النسبية الكاملة أيا كان عدد الدوائر، ولفت من جهة ثانية إلى أن السلة التي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوبا ملحوظا في مجلس الوزراء، وإذ وجه تحية حارة جدا لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي لولا موقفه لما كان لدينا أي أمل بأي قانون انتخابي جديد. وأضاف جعجع: لا أتصور أنه سيكون لنا في كل يوم رئيس ثابت بهذا الشكل حتى يكون لدينا أمل بقانون انتخابي جديد. أما فيما يتعلق بالنسبية الكاملة إن كان على أساس الدائرة الواحدة أو على أساس 13 دائرة أو 14 أو 15 أو على أساس أي عدد للدوائر، أشار جعجع إلى أن النسبية الكاملة في جوهرها هي ديمقراطية عددية واتفاق الطائف لم ينص على ذلك، موضحا أن الطائف عندما ينص على أن مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع علمه بالوضع الديموغرافي فإنه لا ينص على ديمقراطية العددية، وبالتالي علينا عدم قتل روح الميثاق الوطني والديمقراطية التعددية. وأعرب جعجع عن تأييده القانون الذي قدمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي لأنه يلبي تقريبا تطلعات كل الشرائح. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط رأى أن المهم الانتهاء من قانون الانتخاب الذي يتسع للجميع قائلا: مطلبنا التمثيل الصحيح. أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط خلال استقباله وفدا من المشايخ بحضور نجله تيمور أن الأهم اليوم هو الانتهاء من قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي هو التمثيل الصحيح. ماني خايف في المستقبل بأي شيء، حروب أو غير حروب، المهم نتساعد كلبنانيين على حل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، نخلص بقى من هال قانون الانتخاب، قانون الانتخاب اللي فيه محل للكل، لكن بنفس الوقت ما بنقبل إنه حدا نيجي يحجم دروز، ما حدا بيحجمكم. نحن طايفي برغم من صغر عددها ما بتنوفى
ما بتنوفى اولا، واثنين فعلا يتخطى الحدود اللبنانيه والعربيه والعالميه، واثبتنا هالشيء. نتمنى على المحيط بسوريا تنحل، بس انا مش شايفها رح تنحل. نتمنى على كل العرب بيتوحدوا من اجل الصالح العربي والتنميه العربيه، لكن بالوقت الحاضر همنا داخلي. نحن عملنا التسويه، انتخبنا الرئيس عون والشيخ سعد الحريري، بدك هلا نعجل الحركه. جنبلاط لفت الى ان الوضع الاقتصادي غير مطمئن. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن لبنان مقبل على انتخابات نيابية وفق قانون جديد يعتمد النسبية. كلام النائب رعد جاء في احتفال تأميني في إقليم التفاح. نمي إلينا في الأيام الأخيرة القليلة الماضية أن ثمة تغيرات وتبدلات في المواقف تسمح بأن نصل إلى قاسم مشترك يشكل قاعدة ارتكاز للبحث في تفاصيل القانون الانتخابي، وهذا القاسم المشترك يقوم على أساس تبني اعتماد النسبية في قانون الانتخاب. لكن بيبقى هلأ تفاصيل نسبية على أساس دوائر موسعة عددها 15 13 5 6 7، هذه المسألة ستكون محل نقاش وتفاوض في الأيام القليلة المقبلة. رأى البطريرك الراعي في قداس عيد البشارة أنه عندما يحرر المسؤولون الإدارة من قبضة السياسيين يستطيعون تعطيل عمليات الفساد والهدر. دعوة للمسؤولين لاستعمال سلطتهم الشرعية من أجل تأمين الخير العام ولأداء واجبهم المختص بتنظيم الدولة أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس عيد البشارة في كنيسة السيد في الصرح البطريركي بحضور وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور لبنان. عندما يؤدي المسؤولون في الدولة هذا الواجب ويجرون الإصلاحات الإدارية اللازمة ويحررون الإدارة من قبضة السياسيين، يستطيعون عندئذ تعطيل عمليات الفساد والإفساد والهدر والتهريب، فيسهل إقرار موازنة منشودة تستمد مواردها الأساسية والكبرى من مال الخزينة، ويستطيعون إقرار سلسلة الرتب والرواتب المنشودة التي تتأمن بمدفوعاتها في القطاع العام من مال الدولة وفي القطاع الخاص وبخاصة المدارس من دعم الدولة لها ماليا كما في المدارس الرسمية. ذلك أن الدولة قيمة على الخير العام، والمدارس الخاصة ولا سيما منها الكاثوليكية تشارك الدولة في تأمين هذا الخير العام بتربية الأجيال. وعندما يتحلون بفضيلة التجرد يتمكنون من إصدار قانون للانتخابات منشود أيضا عادل وشامل، ويجنبون البلاد أزمة سياسية ودستورية جديدة. الراعي أعرب عن سعادته بتوقيع رسالته الرعوية العامة الخامسة التي تشكل برنامج السنة السادسة من خدمته البطريركية، وهي بموضوع خدمة المحبة الاجتماعية. النائب أكرم شهيب تحدث لتلفزيون لبنان عن آخر ما بلغته الأجواء المتعلقة بقانون انتخاب يكون مقبولا وعادلا في الوقت نفسه. حاوره بيير البيع. بحسب الأولويات التي وضعت مؤخرا بين يعني تفاهم الرؤساء الثلاث، يعني أنه الانتخابات أولوية، ولم يتحدث أحد عن إلغاء سلسلة الرتب والرواتب، بالعكس قالوا في فترة زمنية محددة لإنهاء ملف الانتخابات والقانون، ثم يعني جدية البحث بسلسلة الرتب والرواتب، وأصلا باللجان وبالهيئة العامة كان توصلنا لمرحلة متقدمة.
إنما أعتقد أنه بعد إتمام مشروع القانون قانون انتخابات سيعاد النظر وبسرعة بموضوع السلسلة، بموضوع أيضا يعني تثبيتها وتأمين مستلزماتها. لم نستلم بشكل جدي أي اقتراح قانون، إنما الذي وصل إلينا يحتاج إلى درس وإلى تمحيث، وأعتقد أن كل الكتل النيابية حتى الذين وضعوا الاقتراح يتحدثون دائما عن تعديل أو عن تحديث أو عن تغيير إن كان بالجغرافيا أو بالمنطق بين النسبة والأكثر. أحييكم من جديد. المفتي دريان يؤكد الالتزام بكل ما صدر عن إعلان الأزهر انطلاقا من إرادة العيش المشترك ورفض التطرف. ومن زوار دار الفتوى وفد أوروبي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتى عزام الأحمد الذي أكد أن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية وتخضع لسلطة السيادة اللبنانية. دعوة إلى التزام ما صدر عن إعلان الأزهر انطلاقا من الإرادة الإسلامية المسيحية على العيش المشترك وإحقاق المواطنة ورفض التطرف وإدانة العنف والجرائم التي ترتكب باسم الدين، عبر عنها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدا خلال لقائه رؤساء جمعيات وهيئات ومراكز إسلامية أن دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها تؤيد كل ما صدر عن إعلان الأزهر لأنها تمثل وحدة حقيقية بين كل الرسالات الدينية التي تدعو إلى المحبة والرحمة والسلام. ومن زوار دار الفتوى وفد برلماني أوروبي من كتلة حزب الشعب الأوروبي برئاسة رئيس مجموعة الحوار في الكتلة خورخي هولفيني الذي أكد أن الأوروبيين سيتابعون التحديات التي تواجه الشعب اللبناني لا سيما الحوار بين الأديان. والتقى المفتي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الذي نقل عن المفتي تأكيده على ضرورة قطع الطريق على كل المحاولات الخبيثة التي تجري لاستغلال المخيمات الفلسطينية لضرب الشعبين من أجل تفتيت الأمن والاستقرار في لبنان امتدادا للمحاولات التي تجري لتفتيت الأمة العربية، مؤكدا أن الفلسطيني تحت سيادة القانون اللبناني، مشيرا إلى أن المطلوب من الفلسطيني كما اللبناني نبذ العنف والإرهاب والتصدي لكل محاولات التخريب. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الذي زار البطريرك الراعي زار أيضا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وتم التباحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما التطورات على الساحة الفلسطينية جراء استمرار الغطرسة الإسرائيلية. وشدد قبلان على ضرورة العمل وبذل الجهد لتظل القضية الفلسطينية حية في وجدان العرب والمسلمين باعتبارها القضية المركزية التي تستدعي أن يتوحد الجميع لنصرة شعبها وإنقاذ مقدساتها والتضامن في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في إجراءاته التعسفية وحملات الاستيطان والتهويد. تراجع التوتر في مخيم عين الحلوي وساد هدوء حذر وبدأ الوضع يعود تدريجيا إلى طبيعته مع سحب المسلحين تباعا من الشوارع التي شهدت اشتباكات أمس قتل فيها 2 وجرح 5. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات أوقفت في منطقة صيدا الفلسطيني جهاد محمد عبد المعطي وذلك لإطلاقه النار باتجاه الفلسطيني إبراهيم محمد الحسين إثر إشكال حصل بينهما داخل مخيم عين الحلوي ما أدى إلى مقتل الأخير، وتم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص. تعديلات قانون الإيجارات في محطتها الأخيرة أمام المجلس الدستوري، المالك ينتظر تثبيت التعديلات لاستعادة ملكه، ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تصف القانون بالتهجيري.
قانون الإيجارات الصادر عام 2014 من جديد أمام المجلس الدستوري بعدما عدلت الهيئة العامة لمجلس النواب في كانون الثاني الماضي المواد التي كان قد أبطلها هذا المجلس. وأبرز التعديلات توسيع مروحة المستأجرين المستفيدين من تقديمات الحساب لتطال من يتقاضون 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور وتخفيض بدل المثل إلى 4%. ومرة ثانية قدم عدد من النواب طعنا بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفي حين يطالب المالكون القدامى بتأكيد دستورية التعديلات بعدما انتظروا عشرات الأعوام قانونا يعيد أملاكهم كما قالوا. المستأجرون من جهتهم يصفون القانون بالتهجيري ويطالبون بسحبه. كيف تهجيري طالما اللي مدخوله لحدود 3,375,000 محمي بالحساب الذي سوف ينشأ بوزارة المال؟ وإذا الدولة ما أمنت الاعتمادات المالية لهذا الحساب بضل المستأجر قاعد لمدة 12 سنة بملكنا، ونحن علينا أن نطالب وزارة المال بإنشاء الصندوق أو الحساب. هل هذا القانون بيكون تهجيري إذا عم بمدد له 12 سنة على حسابنا مرة جديدة؟ إذا نحن اللي عم نقبض 20,000 ليرة بالشهر حاسبين ناحيتين مال، هن لحدود 3,375,000 معتبرينهم ذوي دخل محدود، والدولة رح تدفع عنهم، وإذا ما دفعت بيضلوا قاعدين. مش مزبوط انه انعطى 9 أو 12 سنة، هذا حبك على ورق، ولكن عمليا اضيفت شروط تعجيزية على المستأجر، منها اصلاح كامل البناء من الداخل ومن الخارج والاساسات وكلها صارت، حتى لو بيستفيد من الصندوق يعني، وبالتالي حتى لو ما معه مصاري هيدا بيعتبر مثل بدل الايجار وبيقدر يظهر من بيته اذا ما دفع هذا الاصلاحات او هذه الاصلاحات. حقيقة هيدا القانون بشوبه الكثير من العيوب والثغرات والأخطاء الدستورية، كنا نتمنى أن المجلس النيابي ينتبه لها، وفخامة الرئيس يرد القانون إلى المجلس النيابي لأن تكون مروحة الرقابة أوسع. ألا تعتبرون أنكم تمارسون ضغط على المجلس الدستوري؟ نحن ما اعتصمنا قدام المجلس الدستوري، هن اللي عم يعتصموا قدام المجلس الدستوري وهن اللي عم بيمارسوا الضغط على السلطة القضائية. بالعكس نحن عم نطالب بحقوقنا، ونحن كمان مع الحق بالسكن، ولكن ألا يتحول الحق بالسكن إلى تعدي على أملاك الغير؟ ألا يتحول الحق بالسكن إلى احتلال ومصادرة أملاك الغير؟ إلى الإقامة المجانية؟ إلى ابتزاز المالكين بدفع التعويضات؟ ما بيصير الوضع أنه يستمر واحد قاعد ب20,000 ليرة بالشهر ببيتك وبيجي بيتظاهر. نحن عم نطالب بالتوازن في هذا القانون ليس إلا، وهذه صلاحية وواجب المجلس الدستوري، وهذا حقيقة التعبير عن الرأي. كل شخص طالما نحن بنظام ديمقراطي كل شخص بحق له يعبر عن رأيه، طالما نحن مش معينين المجلس الدستوري أعضاؤه، المجلس الدستوري بعينه نصه المجلس النيابي ونصه المجلس الدستوري، وتبقى الكلمة الفصل للمجلس الدستوري. في ظل غياب حل شامل لأزمة النفايات في لبنان، جمعيات أهلية تقوم بمبادرات فردية لفرز النفايات تمهيدا لتدويرها وإعادة استعمالها بهدف الوصول إلى بيئة سليمة. تحقيق ريمانداو. تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة لتراكم أزمة النفايات لحوالي العامين، إلا أن الأكيد أن أي حل شامل لهكذا أزمة في دول العالم يبدأ من المواطن الفرد ليعمم على سائر الوطن. فمن المنزل إلى مكان العمل تبدأ عملية الفرز للمواد القابلة للتدوير كالبلاستيك والكرتون والورق والنيلون والحديد والألومنيوم، وهي مواد كلها قابلة لإعادة التصنيع والاستفادة منها. مع استفحال أزمة النفايات في العام 2015 ازداد وعي اللبنانيين وإرادتهم لإحداث تغيير ولو بسيط. هذا ما فعلته جمعية أركانسيال التي بدأت نشاطاتها المتعلقة بإعادة التدوير بتصنيع كراسي متحركة لذوي الحاجات الخاصة من خلال أغطية الزجاجات البلاستيكية، للوصول اليوم إلى 3 معامل في لبنان تقوم بفرز ثانوي للمواد القابلة للتدوير ونقلها إلى مصانع لبنانية للاستفادة منها. مثل ما بتشوفوا هون في معمل الفرز السنوي، هدول المواد بيوصلوا لعنا مفروزين قبل بالبيوت أو المؤسسات، جامعات، المدارس، وبيجوا لهون تيرجع ينفصلوا كل مادة لحاله. نحن عم نساعد المؤسسات والبلديات على أنه يعملوا ينشطوا عملية الفرز من المصدر ويحطوا كل النفايات إعادة التدوير مع بعضها. هون بيصير في مثل ما كنت عم بقول الفرز السنوي،
من بعدها بيصير في التكبيس او الفرم كرمال تنخفف من الحجم تبع هدول النفايات ونخفف بالتالي من كلفة النقل للمعامل. كل معمل بيستقبل مادة معينة هونيك بيصير إعادة التدوير طبعاً. مركز بعبدة يستقبل يومياً حوالي 6 طنات من النفايات والمواد المفروزة من بلديات ومدارس ومؤسسات ومنازل. من وقت أزمة نفايات بلبنان لهلا صار عندنا تقريباً أكثر من 80 بلدية عملوا معنا على عدة أصعدة، إن كان على صعيد يعملوا خطة عمل عندهم بالبلدية، إن كان على صعيد بعث النفايات لإعادة تدوير للمراكز تبعنا، أو حتى على صعيد التوعية ضمن البلديات. ساعدنا كثير من البلديات وأنشأنا معهم مراكز للفرز السنوي ضمن بلديات. إذن المسؤولية في أزمة النفايات مشتركة، تبدأ من المواطن وصولا إلى مؤسسات الدولة لإيجاد حلول عصرية تحفظ البيئة وتمكن الاستفادة الاقتصادية من النفايات. في ظل غياب رؤية حل شامل للنفايات في لبنان، تبقى المبادرات الأهلية والفردية خطوة في اتجاه 1000 ميل، ليس لإيجاد حل شامل للنفايات فقط، وإنما لتوعية تبدأ من الفرز في المنازل وصولا إلى إعادة التدوير واستغلال النفايات للوصول يوما ما إلى صفر نفايات. من أبو عبدة، ريمان ضو، لياس بدر، تلفزيون لبنان. مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أحييكم مجددا، والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت. في الاقتصاد اليوم، هل فعلا السياسة الضريبية في لبنان لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن اللبناني؟ هذا الرأي بحسب خبراء اقتصاديين. دكتور وهبي، بهمنا رأيك بهذا الموضوع، هل بتوافق الرأي؟ أنا بوافق الرأي، وبقول أنه كمان في عامل إنساني لا يتم الأخذ الاعتبار به، بس يؤخذ في عين الاعتبار العامل المالي. وبهذا الوضع لا يمكن بناء وطن، لأنه فينا آليات كتير تقدر تساعدنا لحتى نخفض. الأول شيء لأنه بسياسة مالية يفترض خفض أو ترشيد الإنفاق، نعم، يلي هو الأساس. وبلبنان ما فينا نرشد إنفاق إذا ضلينا على مستوى الهدر يلي عنا إياه وعلى مستوى الفساد. وهذه آلية يفترض وضعها أو الأخذ بعين الاعتبار فيها لوضع آليات لها لحتى يصير في عنا ضبط. طيب بموضوع الدارية. الفساد، إذا الدولة ما قدران تضبط هذا الموضوع، إذا ما نحكي إداريا كيف يمكن ضبطه اقتصاديا؟ إذا ما في مساءلة كيف نحفظ اقتصاد؟ الاقتصاد لأنه الفاسدين عادة عاملين نوع، لأنه أساس الموضوع هو الفساد، وقف الهدر والفساد بدل تمويل. يعني مشاريع مرقت هلأ بالمناقشات تبعوا للموازنة العامة اللي حطينا، مرقت ما حدا سأل عنها، لا أجت كيف صارت. ما فيني أنا أحط مشروع جديد من دون ما أمن الوالدات تبعيته. يعني الهدف أنا عندي هو وقف الهدر، نعم، وقف الفساد ووضع آليات للفساد والمساءلة. كيف يمكن وقف الفساد يعني؟ كيف؟ أولا برفع السرية المصرفية عن كافة الموظفين. بنظري أنا يفترض أي موظف بالدولة أو بالإدارة العامة أن يتم قبل فتح أي حساب له إعلام دائرته. يفترض أي شخص بده يشتري أي أصل من الأصول، إن كان سيارة أو بيت أو أرض أو شو ما كان، يكون إعلام الإدارة الضريبية فيها. أي عامل مؤشر بدل على عملية طرف معين يفترض يعني وضعه كإعلام وكإعلام مباشر للإدارة المالية أو حتى للقضاء المالي لحتى لغاية محاسبته. إذا ما في عندنا مساءلة ومحاسبة، ما في عندنا أبدا عملية ضبط للفساد. بموضوع السياسة الضريبية، للأسف نحن بنأخذ بس العامل المالي. العامل المالي لا يمكن بناء وطن على أساسه. مثلا السياسة الضريبية اللي عم ينحكى فيها هلا هي سياسة فقط بتضع الدولة كلها سوا بكافة مفاعلاتها، بكافة عواملها، بكافة الأشخاص اللي بيشتغلوا فيها، بكافة العناصر، بكافة الإدارات لخدمة المصارف. لما أنا بدي أجي أدفع فوائد للمصارف 7000 مليار ليرة لبنانية وأجي بآخر السنة أعطيهم إياهم كلهم سوا، يعني كافة التحصيلات تبعيتي، يعني كل شيء عم حصله أنا عم أدفع للمصارف. أنت بتأكد على موضوع أنه لا يوجد هناك عدل بموضوع الضرائب وموضوع الموازنة التي ستقر 2017؟ من ناحية السلسلة بلى، بس من ناحية الضرائب الإضافية اللي حطوها أبداً لا، لأنه الضريبة على القيمة المضافة حتكون تأثيرها كتير سلبي، الضريبة على الأرباح حتكون سلبية، في بعض ضرائب إضافية بتطال المواطن نفسه، هذه لازم ما تنعمل. بس في ضرائب محقة ويفترض أن تفرض، ويفترض أن توضع، ويفترض أن يتم الأخذ فيها. بالعكس هذه بتعمل نوع من مسار، لأنه للأسف نحن ما في عنا سياسة ضريبية مؤاتي، ما في عنا نظرية اقتصادية أصلا يفترض تغييرها، لأنه الواقع الاقتصادي اللي عنا نحن بيأثر أو بيعمل وقائع على 3 محاور: 1 مصارف، 2 عقارات، 3 سياحة. نعم. طيب بحال توقفوا هدول وين نحن صرنا؟
في ختام هذه النشرة تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي. ختام النشرة، أنا وميري نشكر لكم حسن المتابعة، وملتقانا يتجدد في النشرة الليلية. إلى اللقاء.